كلمة عن اللاجئين إذا سمحت، كلمة هيك صغيرة، شكر للصداقة ولل إذا سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين أنا أبونت؟ إك بين مهند، إك بين مهند، إك بين أبو تيكر from سوريا، إك كوم أوت سوريا دمشقس. أشكر الأستاذ أحمد على حسن الضيافة، وأشكر جمعية الصداقة على تقديم المساعدة بكل اللاجئين وتقديم جميع الخدمات لصالح اللاجئين ومساعدتنا في الاندماج في المجتمع الهولندي والتقارب فيما بيننا. وحسن الضيافة من قبل الشعب الهولندي الذي شعرنا أنهم أهلنا، وأننا إذا خسرنا بلدنا نحن الآن نكسب عائلة كبيرة في هولندا. وشكرا مرة ثانية. وعزز علي النوم طيفك على بال، وعزز علي النوم طيفك على بال، مرة ثانية صافي
وشي بأرض الله يا طير يا طير دربش عباب الله هات البشاير وامشي بأرض الله يا طير يا طير دربش عباب الله يا طير يا طير دربش عباب الله بالماي يبتشي على حالي او شلون انا مليل او انت على بالي حتى السمك بالماي يبتشي على حالي يا طير يا طاير دربش عباب الله يا طير يا طاير دربش عباب الله يا طير يا طاير دربش عباب الله يا طير يا طاير دربش عباب الله